ادم النفاتي لاعب فريق مولودية وجدة. خويا ادم مرحبا. السلام عليكم خويا نبيل، شكرا على الاستضافه. مرحبا بالمستمعين. مرحبا مرحبا يا خويا ادم، انا عارفك دابا كدير لا سوان، عارفك مازال في مرحله العلاج، نعرفوا بعدا. ادم كيف بقيتي، فين مرحله وصلتي من العلاج؟ الحمد لله، كنت تلقيت الضربه في الماتش الثالث مع غامبيا، فالحمد لله دابا تنتلقى العلاج. خديت اوتوريزاسيون من عند الدكتور اللي فتي اللي تنشكرو على المنبر، فهو اللي قال لي تبقى في السونتر ديال الفورماسيون ديال المعموره باش نتلقى العلاج الكافي ان شاء الله عاد نلتحق بالمجموعه ديال المولوديه وجده. وي الحمد لله. شحال تقريبا باش تقدر ترجع للمجموعه ديال الوقت؟ عندي ماكسيموم جوج سيمانات حتى ثلاثه ان شاء الله. ايوا الحمد لله ترجع بخير ان شاء الله. ان شاء الله. ها هو اما معنا الاباطره ديال الكره خويا ادم، راسي مقول حاجه طلحه، بغاو يباركوا لك الشان. ليا شرف خويا سيمو الحاج، الله يحفظك. هنيئا اخويا بالفوز بالشعر اخويا، لانكم تستاهلوها اخويا، وبالشفاء العاجل اخويا ان شاء الله نشوفوك ترجع للميادين يعني ان شاء الله باحسن بصوره، لانك صراحه في هذه السنين الاخيره يعني قمتي بواحد يعني بطوله في المستوى، لا مع الفاتح لا مع خصوصا مع مولودية وجده، يعني درتي واحد الموسم يعني جيد ومثالي يعني في المنتخب. جات هذه الاصابه، قدر الله ما شاء فعل، نتمنى لك الشفاء اخويا، وهنيئا لكم بالفوز بالشان، لانكم تعذبتوا وتستاهلوا اخويا الفوز بالشان. لا لا يخطيك، هذا لينا صارت كاع. كيما خويا ادم معك اول حاج، كي داير اخويا؟ كلشي مزيان الله يحفظك، الله يسهل عليك. هاني لكم اخويا وتستاهلوا كل شيء، قدمتوا بطوله في المستوى على جميع المستويات، واللاعبين كانوا في المستوى. تنتمنى ان شاء الله هذا الشان هذا باش يعطي واحد الحافز قوي للاعبين ديال البطوله الوطنيه، ومن هنا لقدام ان شاء الله يكون ازدهار ان شاء الله في الكره الوطنيه، وتنتمنى ان شاء الله الالقاب من هنا لقدام. والله يشافيك اخويا. شكرا اخويا سليمون، شكرا علي الشرف كبير. ابراهيم تفضل. ابراهيم ادم مرحبا. مرحبا اخويا ادم. اخويا اولا نتمنى لك ان شاء الله الشفاء العاجل والعوده يعني انا غير بغيت نسولك ادم، لانه في هذه الظرفيه هذه فتره انتقالات ارتبط الاسم ديالك بمجموعه ديال الانديه كاسم، وهذا شرف كبير لك لان يتم التداول ديال الاسم ديالك على المستوى الوطني وخارج ارض الوطن. الان احنا كنت في نهايه ديال العقد ديالك مع نهايه الموسم مع فريق المولوديه الوجديه، اشنو يمكنك تقول لنا على المستقبل ديالك ادم؟ فكنت يعرف الجميع، فانا في المراحل الاخيره مع فريق مولوديه وجديه، انا بيان كونسونطري مع الفرقه ديالي اللي عطاتني الكثير، اللي بينات الاسم ديالي من جديد، فما غاديش نبخل عليهم. قدموا لي عرض اللي يكفيني واللي نقدر نكون فيه مزيان مع العائله ديالي ولا مع راسي، غنكون هو اول واحد هو فريق مولوديه وجديه اللي نقدر نجدد معاه. جاوني العروض، فتلقيت العروض واستشرت مع وكيل الاعمال ديالي، فالحمد لله كاع العروض كانت مزيانه، مي بقات واحد لي ديكليك ديال ما تفهموش من لي فروق بيناتهم، فالحمد لله انايا ما عندي حتى شي مشكل. انا دابا مستمر مع فريق مولوديه وجديه اللي نعطي كل ما في جهدي باش الفريق ما يطيحش وباش ما يبقاش يتخبط في المراكز الاخيره ان شاء الله. غادي نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله. لا نعم ادم، لانه كان الحديث كثير الحديث على الوداد الرجاء، وكنعرفوا هاد جوج ديال الفرق يعني ما كانتهم كبيره على الصعيد الوطني بالجماهير ديالهم، اي لاعب تيتمنى على انه لما لا يكون عنده هذا المسار بالاضافه للفرق اخرى. يعني ما غنقولش لك شنو كيفضل ادم، طبيعه الحال هذه غتبقى حوايج اللي خاصه بك، ولكن شكون اللي كن ربا واحد الفتره ارتبطتي يعني بواحد الفريق اكثر، شكون الفريق اللي حسيتي على انك ارتبطتي به اكثر؟ فكيف تعرف كل شيء، فوكيل الاعمال ديالي اللي كانوا تيعيطوا لي بزاف هما فريق الرجاء البيضاوي، تنشكرهم من هذا المنبر، تنشكر حتى فريق الوداد البيضاوي حتى هو قدم لي الخدمات ديالو، فكانوا اللي مرتبطين بيا بزاف هما فريق الرجاء البيضاوي. فكيف تعرف الجميع، قدر الله ما شاء فعل، فانا باقي مع المولوديه الوجديه، فلي الشرف نحمل هذه الاقمصه بجوج اللي هما فرق كبار. اي واحد تيبغي يلعب في هاد الفرق اللي تينافسوا على الالقاب وتي عندهم واحد الشعبيه اللي هي كبيره للجمهور ديالهم، ف بالفرحه عليا نهز القميص ديالهم، هي الشرف. برافو عليك، برافو اخويا ادم، ان شاء الله بالتوفيق ودير لو بون شوا، سواء بتجديد الفريق مولودية الوجديه ولا الانتقال لفريق اخر. بون شونس اخويا ادم، وان شاء الله بالشفاء العاجل
كنشكرك بزاف ادم. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.